اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. احنا كان في فقره المفروض يكون معنا زميلنا حسين نشوان من جريده الراي، للاسف حسين ما اجى، ان شاء الله المانع يكون خير، مع انها مش اول مره، يعني هذا عتب على الهوى للزميل حسين، مش اول مره بيعملها معنا، هي يمكن ثالث مره انه المفروض يكون موجود معنا وما بيجي باخر لحظه، وبتعرفوا يعني هذا هوى وأي فقرة يعني بتم إلغائها فهذا بربك البرنامج. عموما إحنا الآن فقرتنا نتحدث فيها في المطبخ عن الأطباق اليومية اللي إحنا ما بنستغنى عنها، يعني يمكن أكثر إشي برمضان بنركز عليها، لكن هذا لا يمنع أنه تكون موجودة يوميا بأطباقنا على مائدة الغداء أو على العشاء. هنعمل طبق سلطة جريك سلد أو السلطة اليونانية، وحنعمل شوربة فطر بس بطريقة يعني مش الفطر المبكت السريع السهل، لا بدنا نعملها إحنا نصنعها مع الشيف بهاء غيث. أهلا وسهلا فيك شيف بهاء، صباح الخير. يسعد صباحك. وصباحك يا رب. خلينا نبلش بالسلطة. بالسلطة نبلش. اليونانية. المقادير. المقادير. بندورة الشري. طبعا هاي البندورة الشري بنقطعها. الشيري توميتو. الشيري توميتو. اللي هي بسموها البندورة الكرزية، يعني بتشبه البندورة الكرزية عادي، من الفرق مش مشكلة. صغيرة بنقطعها نصين. نقطعها نصين. وبنقدر برضه بالبندورة العادية إذا بنقدر، بس هي أنا حبيتها بتضلها ألطف وأزكى. في طبعا اللي بتكون حجم اصغر ممكن نحطها زي ما هي، ما في داعي نقطعها كثير صغيره، بس في منها طبعا التشيري توميتو او البطاطا سوري البندوره الكرزيه، في منها طويل بيكون، في منها بيجي احجام البندوره. طبعا هي سلطه خفيفه ولطيفه واحد تعرف بده. إذا احنا شو بنحتاج لهي السلطه غير ال، نحتاج بندوره شريه، نحتاج خيار كمان، وخس ايسبرك وفليفله الوان. خس الايسبرك اللي هو الخس الافرنجي. اوكي، بالاضافه بيجي معها على الوجه ذره، بيجي معها زيتون، بيجي معها جبنه فيتا واوريجانو، ونضيف لك عليها الفينيغريت. طبعا الفينيغريت مش غريب عليهم، بس اسمه غريب، الاسم غريب. هو طبعا هو طبعا عباره عن ليمون وزيت زيتون وخل. هذا اسمه صوص الفينيغريت. صوص الفينيغريت طبعا هو غريب الاسم عليهم شوي. السكينه بارده شوي كانها ولا لا؟ لا مش مشكله. بدها سن. مش مشكله. يعني ممكن نستخدم سكينه المنشار بتكون لتقطيع السلطة، ما فرقت مش مشكلة أسرع. طيب إذا أول إشي بنبدأ بتقطيع البندورة الشري. طبعا يفضل دائما إنه الصوص أو السور أو الصوص أو الدريسنج تبع السلطة نحطه آخر إشي عشان ما تدبل، عشان ما تدبل يعني أكيد. الليمون الملح الزيت الخل أي إشي بدنا نحطه آخر إشي نحطه على السلطة. بس معلومة صغيرة يعني إنه الصوص مين عمل؟ انه الملح اندار على الليمون يتحرك، عشان لو دروه على الزيت بضل ماسك الملح فيه. أوكي. وهو الملح حسب الرغبة يعني عادي. معلومة للي ما بيعرفها، الملح ندومه بالليمون، بالليمون مش بالزيت. أوكي. الزيت بضله زي ما هو، بالزيت بضل ماسك صعب يعني يتحرك، لا بالليمون بدوب بعدها. طيب لما يدوب ناخذ هلا عناصر ثانية من السلطة من الخضرة. أوكي. اللي بدنا نحطها. إذن هيك قطعنا طبعا بلش بخص الايس بريك. طبعا اجمالين خص الايس بريك بتقطع بالايد لانه بالسكين اجمال بنحرق بصير لونه اسود. ايوه العربي عادي بتقطع العربي عادي بتقطع بالسكين، بس هذا بنحرق. خص الافرنجي بالايد. اوكي. طبعا بدها تكون مغسوله، يعني مغسوله طبعا بتنغسل عادي. بتقطع بهذا الشكل. بيقطع الشكل اوبس. هيك بيحافظ على العناصر الغذائيه الموجوده فيه بشكل اكبر. مزبوط. كل ما كانت قطع الخضره اكبر كل ما الواحد بيستفيد من العناصر الغذائيه الموجوده فيها، ولا لا شيف؟ مزبوط ستي.
طيب القيمة الغذائية، خلينا وإحنا بنشتغل نحكي القيمة الغذائية للسلطة اليونانية أو السلطات بشكل عام، لأنها نية كمان والواحد بيستفيد. يعني الخضرة بنعرف أنه لما نسويها على النار برضه بتفقد من قيمتها. هاي فيها خس وفيها فلفلة وفيها طبعا السلطات هي إجمالية يعني شغلة، يعني ضلها شغلة باردة هيك وخفيفة يعني وفاتحة للشهية يعني إجماليا. مقبلات بس دير بالك الزيت عشان ما ينكل. طبعا نبلش بالخيار، بس يمكن كثير نقطع كل الخيارات هذول. نعم قلت لك 3 قطع. اوكي 3 هاي مرة واحدة، هذا التقطيع السريع طريقة الشفار. بحاول يعني هيك أكون زيكم بالتقطيع. طبعا نقسرها على 3. ليه طيب ما بنقدر؟ بضل يعني لها منظر يعني أحلى، يكون مكانة ألوانها مشكلة يعني هيك بضلها فتحة الشهية يعني. طبعا السلطات هم إشي يعني طبعا يعني يمكن التركيز، أنا حكيت في البداية يعني الناس بتكون بتركز على السلطة أكثر وما بتنساها برمضان والشوربة. بيخلص رمضان ننسى السلطات والشوربات ويعني ما بنركز عليهم كثير إلا لما يجي الشتاء. أيوة أشوف لحظة، أول إيش قطعتهم بالورب كبار طبعا قطعتهم هيك، هي اسمها تلتيعة دايمون اسمها. أوكي هاي تلتيعة كمان هاي بحب أتعلمها. الصيني بتقطع زي هيك، أكل السنة إجمالية بتقطع دائما. قطع كبيرة وبعدين نقطع تقريبا كل واحدة 3 فبطلع معنا هذا الشكل. 3 أو 4 ما فرقت ها هي حسب هي الحجم. طيب هلا شو الغاز شغال ولا لا؟ لا خليها لاحقين عليها مش عشان مشكلة، عشان قصدي لا ما يكون يحمى شوي. لا ما رح تدسس مش مشكلة. طيب احنا هلا عم بنقطع الخيار بعدين فلفله، بعدين الفلفله الوان. اذا المكونات التشيري توميتو او البيبي توميتو او البندوره الصغيره اللي زي حبه الكرز. مزبوط. فلفله الثلاث الوان اخضر واحمر وبرتقالي، يعني قد ما في الوان. لو ما مشوا خس الايسبرغ قاعد بيمشي بالعرب، بس هي استندرها بيجي بالايسبرغ. والخس زي ما قلت الايسبرغ او الخس الافرنجي احنا بنقول عليه اذكى بيطلع من الخس العربي، بس اذا ما كان موجود برضه بتزبط للخس العربي. يعني هن وزي ما حكى الشيف الخس بالذات الافرنجي لازم يتقطع بالايد عشان ما ينحرق. لانه بدك تبلي وكل شيء وتطلعيه على الصحن تلاقيه محروق عليه سواد من الجناب. طيب ناخذ بلش عشان الوقت. وطبعا من ضمن المكونات كمان زعتر ناشف اورجانو او اورجانو وزيتون اسود كمان. شو بنحتاج لهي السلطه؟ الذره للسلطه مش للشوربه. هي طبعا الزيتون الاسود والجبنه بتتاخذ ديكور يعني عادي. طيب عشان شوف احنا والوقت ان شاء الله بنلحق. طبعا يعني طبعا الاطراف بتقيميهم عشان تطلع الحماكه الحبه. مظبوط استندها واقف. شو رايك اسوي انا الشوربه عبال ما تخلص؟ هلا الشوربه المكونات ممكن يا اما مرقه دجاج او لحمه ستوك هو مصفى من العظم او يعني مي وفيها مرق دجاج. انا حاطه بحرك وحاطه على مش مشغله العين اللي مش مشغله. طيب وبنحركها هلا بس تغلي. هلا مكونات شوربه الفطر
اللي هي زي ما قلنا يا اما شوربه لحمه او دجاج مصفايه من العظم او مي ومعها مرق دجاج. مرق دجاج ومطلوب منا فطر المشروم اللي هو الطازه، حبات فطر طبيعي او معلب، فطر طازه او معلب من المعلب او معلب، بس هو الافضل يعني انه الطبيعي يعني بضل انه النكهه يعني تستيك طعمه. وبصل، بصل نص حبه حسب يعني نص حبه. وبقدونس؟ لا البقدونس ما لها دخل. البصل البقدونس لايش؟ للسلطه. البقدونس بدي اياه بالنسبه برزنتيشن للشوربه. تزيين. تزيين يعني بقدونس اذا. وهي ايش؟ طحين. هذا الطحين الروبن عم بتشد فيها الشوربه، هي بتنشد عادي ب ايوه بطاطا عشان تصير زي الشوربه الباكيتات. بتنشد الكنور هاي. قربنا نخلص. طبعا هي مو صعبه يعني، طبعا سهله ومفيده وكويسه كمان للامراض للياف يعني. بس في احنا معنا الفيتا تشيز، معنا جبنه ما جبنه نحطها برضو اخر شيء. اهل قطع كيوبس نحطها على الوجه. الجبنه حطها بالثلاجه. طيب احنا عشان الوقت شف ان شاء الله. الشوربة كمان كتير مفيدة ومهمة، حتى على فكرة حتى لما إجت موجة الشوب، موجة الحر اللي كانت قبل أسبوعين، كتير صاروا ينصحوا خبراء التغذية بتناول الشوربة. رح تستغربوا يعني الشوربة إحنا بنفكر إنه بس بالشتاء ناخدها، هاي الشوربة فيها مفيدة كتير يعني. كانوا ينصحوا بتناول الشوربة، فالشوربة بكل الأوقات بتطري المعدة ومفيدة طبعا وحلوة قبل الأكل. الواحد يبدأ أكله بشوربة وسلطة وبعدين يدخل على الأكل. طبعا بهاي الطريقة بتبان. طبعا صوص الفينيغريت آخر شيء بنحطه عليها، آخر شيء عشان زي ما قلنا تضل فريش، ما عشان تضل فريش يعني عند الأكل ماسكة الحبة يعني ما تبقى. لما نحط جات السلطة على طاولة السفرة وقتها بنحط الدريسنج عليها. مظبوط. طيب والشوربة لما تغلي؟ بدأت تقريبا تغلي. شوف هسه بدبل البصل. إذا نحضر هاي العين. بدنا ندبل البصل. ندبل البصل. ونضيفه على الشوربة. مظبوط. مع زيت زيتون؟ زيت زيتون خفيف، اجمالا الشوربات ما بطلع لها زيوت لانه بطيش على الوجه. طيب. يعني نقطة. لا كثير. كثير ولا ماشي الحال؟ لا مش بهاي بالكسرول لا. انت مش حتقلي البصل هون؟ لا لا بالكسرول عشان تعرف تحركها بالمضرب. طيب، انا عادة بستخدم المقلاي، طيب حصل خير. ليش طبعاً. طيب المقلاي؟ المقلاي نعمل فيها الرول. طيب احرك هلا. مش عارفة هيو هلا اشتغل. إذا نفرم إحنا السلطة تقريبا جاهزة، بس آخر إشي نحط عليها. بس نضل نحط لها صوص الفينيغريت. طيب هلا البصل خلص. البصل جاهز. يلا البصل جاهز بنحطه. نعم تاخذه ما تحصل. طيب أنا بدي أساعد فيبدو إني أنا بعرقل. طيب أوكي هي سخنة. أوكي بحركها. بس يدبل البصل. بس يدبل البصل بتزيد عليها المشروم. طبعا المشروم بتقطع بهاي، المشروم بتقطع بهاي الطريقة عشان لما تطحنه يضل الخضرة تبعتها واقفة فيه. طيب
الوقت. طيب انا بدي احط الزيتون على السلطه. لا الزيتون على الوجه. على الوجه؟ على الوجه. طب ايش احط؟ خلص باقي معنا دقيقه. خلصنا. بلشوا عيوني يدمعوا. هاي مشكلة البصل، بيبكي بس مفيد. مفيد في البصل، مفيد جدا. البصل والثوم بيحموا من كتير أمراض وبيشفوا حتى. أعمل أنا الرو. طيب أنت حطيت هون زيت صح؟ والأصل على الرو بنحط زبدة وطحين. ما أنا كنت بدي أقلي البصل هون. ما كنت أعرف. طيب إيش أحط هلأ؟ المشروم أحطه. خلي بس تتدبل شوي عشان نعمل هالرو. الرو طبعاً بشد الشربات الكريمة والشغلات دي، يعني زي اللي بتكون موجودة بالأكياس الجاهزة. نحن ما بنحط عليها طحين، نفتح كيس الشوربة مع شوية مي لحاله. مزبوط، ما هي تنسد مرات بشدوها مع بطاطا. بطاطا تقطع طيس تنسد فيها. نسحب المي. تقريبا دبلت البصلة. دائما الشربات تيجي على نار هادية. شو رأيك شيف؟ خليها شوي. شو رأيك مجحم؟ يعني أنا جيت بالنهايات يعني. أكيد طبعا بدها شوية يعني تذوق. حاسة إنه الله يعطيكم العافية. الله شغالة. بس البصل ما شاء الله يعني. ما أنا لهلا يعني متماسكة بس شوي بدموع بتبلش. يعني أنا ملاحظ إنه. هلا بقدر اقلي شيف مع هالمشروم؟ اه مشروم. طبعا المشروم الفطر. الفطر الطبيعي طبيعي أزكى. مو المعلب. يعني بفضل الشيف بحكي افضل من المعلب. طيب. خليها بس تدبل معها. بس عشان احنا الوقت حنضطر ننهي. بس تزين السلطة لو سمحت يا شيخ. ما بتاخذ معنا وقت بس ندلها. يعني انا توقعت انه اجي بالنهاية انه جاهز. هي تقريبا جاهزة بس ضايل يزين الشيف السلطة يحط. طبعا هي بيجيلها ليك وسلاري بيجيلها. على الشوربة؟ على الشوربة نفسها بيجيلها ليك. كرافس. كرافس وسلاري وبيجيلها. طيب. هلا انت اشتغل بالسلطه وانا بالشوربه. حتحط ايش العكس؟ هي هون ولا لا؟ لا حتحط الشوربه. بدي ادير منها هون. ابعد انا شوي. طب شو رايك ازين انا السلطه؟ اخر اشي. راحتك ستي. هيك؟ هي عشان الوقت. طيب. طيب. يعني احنا لازم نودع. خليني اساعدكم يعني بالوداع احبتنا يعني بس هيك من باب المشاركه اكثر ولا اقل بنهايه حلقتنا اليوم وكالعاده بيوم جديد كنا ولا زلنا وسنبقى دائما وابدا معكم ولكم منكم واليكم مع المشروم والسلطات وما بدي انسى فريق العمل جهان بيك الصفدي مخرجة البرنامج زملائنا الفنيين المصورين معدي البرنامج الرائع دائما محمد العواشي وتمارا النهار وبدها ملح زياده بنشوفكم بحلقه قادمه فلفل ابيض حسب الرهبه فلفل ابيض احنا خلص وصلنا فعلا لنهايه البرنامج بس مكملين تقدروا تشوفون يعني الشوربات بالنهايات والسلطعين عم بنزينها بنشوفكم ان شاء الله على خير يوم السبت في يوم جديد إن شاء الله. نهاية أسبوع سعيدة إلى اللقاء.